بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء، واول حلقه اجتماعيه بعد شهر رمضان المبارك. كل سنه وحضراتكم طيبين، وبعد العيد وعوده بقى للمواضيع الاجتماعيه اللي محتاجين نناقشها ونتكلم فيها. وبنشوف حوالينا بيوت كتير بتخرب وخناقات بتشتعل ومشاكل بتبتدي من مستصغر الشرر بسبب حاجه واحده هي اللي بتكبر المشكله وبتخلي الموضوع ما يخلصش ابدا، هو العند. فكره ان ممكن واحد يعني لمجرد انه بس عايز ينتصر لرايه، وهو بيبقى عارف انه رايه مش صح، وعارف انه هو يعني مش مهم، بس ما نفذش اللي هي عايزاه. والست برضه انه انا بس مجرد ان هي ما تسمعش الكلام اللي هو بيقوله. فكره التناطح ده، وفكره ان احنا بنعند مع بعض وخلاص، ممكن توصل للطلاق. وبيستمر العند حتى بعد الطلاق في الولاد، يعني يعندوا في بعض وطز في الولاد وطز في نفسيه الولاد وطز في اي حاجه، المهم ما ريحوش والمهم ما ريحهاش، المهم ما يمشيش في دماغه، المهم هي ما تمشيش كلامها علي بس. يعني احنا بننتصر لافكار، الحياه لو احنا بلعنا الافكار دي الحياه تبقى اسلس وابسط من كده بكتير. مروه السعيدي، وحشتينا يا مروه، وانت كمان جدا. والحمد لله على السلامه بعد اجازه رمضان الله والعيد. يسلمك. انت عامله دراسات معتبره في موضوع العند ده، طبعا قوليلي بقى احكيلي. بصي، هو الواحد عمل دراسات معتبره في موضوع العند، خصوصا انه كان في ترند في رمضان المسلسل اللي ثلاث ارباع الستات والرجاله كانوا متعلقين بيه، اللي هو بتاع منى زكي. تمام. فاكتشفت انه هو العند مش بيولد الكفر بس، ده هو العند بيولد الكسر. وفي احيانا بيبقى العند لمجرد ان انا هعند عشان كسر. بمعنى ايه؟ بيكسر العلاقه وبيكسر الشخصيه وبيكسر المعتقدات بتاعتك. بمعنى ايه؟ هو المتعارف عليه ان العند دي سمه. تمام. العند هو ان انا ارفض الشيء اللي قدامي حتى لو كان صح ومقنع، وارفض كمان الامتناع عن الحاجات الصح اللي انا بعملها. يعني مثلا لما اجي اقول لك على فكره التدخين مضر بالصحه، ما تعنديش على نفسك، فتلاقي لا ده مش مضر وانا صحتي هو بيعند حتى في الحاجه الصح. تمام. ان الناس ممكن ما تعرفش تفرق بين العند وبين الاصرار على الشيء، لان العند عندنا فيه عند ايجابي وده اللي مطلوب، وفيه عند سلبي. اكتشفنا كمان ان العند بيكون مجرد رد فعل لافعال اللي حواليكي، وهنتناقش بقى ونفهم كل الحاجات دي. تمام. جات ازاي؟ العند كمان في نسبه 30% منه وراثه. اكتشفوا يعني علماء بابا دماغ، اصل انا بابا دماغه كانت ناشفه، فانا بقى طالع لبابا دماغه ناشفه، امي اصلها كانت عناديه فانا طالع لامي عناديه، كده قصدك؟ لا، انا هو ده اللي بنقول عليه العند الاجتماعي، اللي هو صفة مكتسبة. مال لكن الوراثة؟ الوراثة دي طفرة جينية اكتشفها علماء ألمان، تمام، من فترة قريبة، بتقول ان نسبة 30% بيكون عندهم نقص هرمون الدوبامين والمواصلات او المستقبلات بتاعته في المخ. هرمون الدوبامين دوت هو اللي بيساعدنا ان احنا نبقى مبسوطين ومستقرين وفرحانين، وبيساعد على سرعة التعلم. فاكتشفوا ان 30% من الناس اللي عندهم الطفرة الجينية دي بيبقى عارف ان القرار اللي خده غلط وان اللي عمله غلط، بس هو مصر ان هو يكرره. حتى لو انت كلمتيه واقنعتيه، لا هو مصر ان هو يكرره. عكس الناس اللي بيكون عندها النسبة دي، هي الحد المعقول او الحد الادنى، بتلاقيه سريع التعلم وبيقتنع بسرعة جدا انه ده غلط وبيعتذر عنه، ما بيعملوش تاني، ما بيبقاش فيه عند ان دايما يكرره. انما العند اللي انت بتقولي عليه ده بقى هو ده العند اللي مكتسب من البيئة اللي حوالينا. لا، وزدل تالي اكتر من نسبه بقى 30%. يعني ما هو ده بقى اكتر 70%. هو عند مكتسب وليه اسباب. طيب خليني اخد نهال. الو. ونشوف رايها في الموضوع ده. اهلا يا نهال، ازيك؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لي. هو مش رايي اكتر منه تجربه. وانا كنت متربيه على ان العند يورث الصف، وارتبطت بشريك حياتي كان حب عمري، كان عندي 18 سنه. وبدانا حياتنا يعني مع بعض، وكنا بنحب بعض، وهو لازال حبيب عمري وابو اولادي. جميل. بس جينا في لحظه من اللحظات، ما اعرفش ده فعل شياطين الان،
او كبر باي شكل من الاشكال او زياده مال، امتحان باي شكل، المهم ان هو بدا يعمل ايه علاقات متعدده وانا بدات ازعل، اصمت شويه وازعل. المهم جيت في مواجهه من المواجهات، قلت له خلاص لو ان انت مش انا قادره اكون كافيه ليك تقدر تتزوج ولا تعمل حاجه حرام. قال لي ما هو مش هينفع اتجوز غير ما اكون منفصل، خلاص طلقني. وهنا عملنا كل واحد على ان انا مش متمسك، انت اعملي وانت اعمل اللي انت عايزه، وانفصلنا. وراح ارتبط في مثلا في 6 شهور وكان بيقول لكل اصدقائه من شياطين الانس بقى اللي لا مش مثلا خلاص ارجع عن القرار، هي نصالحها نكلمها نهديكوا، لا ما هو ما بيكسرش الست غير ست. فاحنا دخلنا في عند مكتسب من البيئه بقى. فراح ارتبط بانسانه منفصله ما كان لديها ولا عليها. وطبعا رجعنا لبعض انا وهو، واصبح هو صاحب بيتين مشتت كاره حياته يعني. طبعا انا بحبه وحاسه بالذنب ناحيته، فكنت بحاول امارس حياتي بدون ضغوطات عليه، لكن الطرف الثاني كان حاسس انه في لعبه مش بتاعته وعايزها، عايزاني اختفي. ودنتني من الصابرات يعني، وقلت يعني امهات المؤمنين مروا بالتجربه دي وانا مش احسن منهم. وخلاص يكفيكي العند مره واحده ولعله ده اختبار ربنا. لكن البنت الزوجه الثانيه بعد 6 سنين خلعته. وطبعا ده شاب جاب وجرح بيني وبينه، فاحنا لا عارفين نرجع زي الاول. وده برضه نوع من انواع العند، انا عايزاه يعتذر ويقول انا اسف انا غلطت في حقك، ولما جربت ست ثانيه كنت انت الاحسن. ودوا بيقولوا للناس الثانيه بس مش عايز يقوله لك. طبعا وانا مصممه اسمعه وباحسن حالاتي بيني وبين نفسي، وانا بعيط وبقول ان مفيش راجل زيه، وان هو وفعلا انا بيقابلني ناس وبيتقدم لي ناس، لكن انا مش قادره اشوف راجل برجولته بنجاحه باصراره، بشوف ولادي فيه وبشوف مستقبلي دي. خلاص انتوا بتعندوا في ايه دلوقتي؟ ما خلاص الموضوع. هو انت ما رجعتيلوش؟ احنا دلوقتي عندين احنا الاثنين ولا زلنا منفصلين بس مش مطلقين، وهو مش عارف يخش يقول انا اسف، وانا مش قابله غير ان يقول انا اسف. ووضع عند الحياه بتخلص، انجزوا دي حقيقه، انجزوا. انت بتحبيه وهو بيحبك، انجزوا. حد فيكم ينزل شويه، تنازل شويه عن حاجه، او حد يتدخل بينا بطيب خاطر كده. وهي انت يعني لازم كلمه اسف، ما ينفعش يطبطب عليكي يبص راي يعني. مفيش بقى طبطبه، هو للاسف ما هو العند اللي عنده ما هو مثيله عند عندي، واحنا هو مربيني انا داخله على حياتي معاه طفله، فانا مرايه ليه وهو مرايه ليه. انا ببكي وهو قاعد بيتكلم قدامي، وهو الكبر ماسكه مش قادر يعني مش قادر، وانا مش قادر. بس انا من حقي كانسان عشان ابدا بدايه جديده، وانا والله انا دي قصه رهيبه يعني، بتجسد موضوع العند، انكم هتضيعوا حياتكم، الحياه هتخلص وانتوا الاثنين متشبثين بارائكم. هو كمان في عز شبابنا ونجاحنا واستقرارنا العائلي، لما حوار بسيط تحول الى كارثه، ودخول حد غريب حياتنا وتطلع منها جرحاه وانا مجروحه منه، وكركبنا وعملنا سلسله من العند فيها خسائر، منها فيها اولاد. عارفين كويس قوي ان بابا بيحب والله. احنا نتمنى ان انت تكلمينا في مره تانية وتقولي خلاص هدينا والموضوع هبط. انا بتمنى بس ان الستات مهما انا يعني مهما كانت صبوره يكون ليها خل صديقه اخت تفضفض معاها عشان ما توصلش لمرحله روح اعمل اللي انت عايزه فتعقلها. ايوه وربنا بقى يوفق الراجل ان يكون حد من اهله او حد من اصدقائه. الغريب ان كل اللي وقف معاه ساعتها اصلا ما بيكسرش الست، انا ما كنتش عامله حاجه فيه. كنت حقيقه القصه يعني هنناقشها، واسمعي بقى يعني تعليقك كده على قصتك. شكرا ليك يا نهال، مداخله يعني اعتقد انها هتفيدنا في حلقتنا. مثال حي جدا ان هو ده بقى العند اللي والد الكسر. بصي هي بتقولك بنحب بعض قد ايه، هو اللي مربيني وعندهم هما الاثنين على بعض كسر العلاقه، مع انها كانت من اقوى العلاقات اللي هما مرتبطين ببعض جدا.
هي بتعند انه لا مش ترجع تعيش معايا غير لما تقول لي انا اسف. طيب انت ما خدتيش بالك ان رجوعه ليكي في حد ذاته هو تنازل عن عنده واعتذار خفي؟ ما هو ممكن واحد يجي يقول لك انا اسف بالكلام، انا اسف حقك عليا، وتلاقيه تاني يوم الصبح يعمل نفس اللي عمله. صح، ده كتير. تمام، ده كتير، معظم الناس كده. صحيح. الشخص العنيد بيتشبث برايه وبذكائه في الدفاع عن خطأه. لا انا ما غلطتش فمش هعتذر. في حين ان نفسيا هو اضعف من كده بكتير. هو فاهم ان هو كده قوي وفي مصدر قوه واثق من نفسه واثق من رايه، بس نفسيا انا بقول لك ان هو شخص ضعيف جدا. ليه؟ لان الشخص القوي هو اللي بيعرف يعترف بخطأه. ومش دايما كلمه اسف هي اللي بتعبر عن الاعتذار. زي ما انا قلت لك كده يا نهال، كون ان هو رجع لك ده في حد ذاته اعتذار. وحطي في بالك انه مش معقول هيطلع هو اجدع منك وهو رجع لك وانت هتفضلي عنيده ومتشبثه برايك، خليكي انت كمان اجدع منه. واسمحي للعلاقه انها ترجع. طب هي بتقول لك انا من حقي، انا برضو هما انفصلوا وهو راح اتجوز واحده تانية وهي برضو محتاجه حاجه ترضيها يعني، او ترضي حته انها تثابت وهو راح عرف واحده تانية، يعني اديها بدايل طيب، او نديها شويه حلول تانية عشان برضو ما تحسش انها تنازلت عن الحاجه اللي ترضيها يعني. بالعكس، ده هي طلعت احسن من اللي هو عند وراح سبع عشان يجوزها، لان هم رجعوا لبعض. قالت لك هم رجعوا لبعض وهي لسه على ذمته، وكانوا الاثنين على ذمته، وانت طلعتي احسن من الاثنين، لان انت في الاخر طلعتي انت الابقى وانت الاقوى. فده لوحده كفيل انها يحسسها ان هي لا هي الاحسن. وممكن جدا يجي يقول لك انا اسف، بس تلاقي المعاملة ما فيهاش أي أسف. صحيح. أو أي نوع من الأسف أو الاعتذار. صحيح. طيب إحنا هنطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حلقتنا. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، ولسه بنتكلم عن فكره العند بين الازواج بيولد او بيورث شيء اسمه الكسر، كسر العلاقه. خليني اخد اتصال من دعاء. مساء الخير استاذه دعاء. مساء النور، اهلا يا دعاء، ازيك؟ حضرتك تحياتي ليكي للضيفه الكريمه. الله يكرمك. انا سؤالي مش عن المتزوجين بقى، انا لو مثلا عندي بص داخله على مشروع خطوبه، ازاي اقدر اخليها تقرا ما بين العند اللي ممكن يمشي الدنيا والعند اللي انا اقول فيه لا الطب الشخص ده مش هينفع؟ يعني العند بصراحه يعني في حاجات تقدري تعديها وتوصي عندها يعني تمشيها، وفي حاجات بتلاقي نفسك لا. لان انا في تجربه قدامي زوجين الموضوع بالنسبه لهم رغم يعني سنهم صغير ورغم ثقافتهم ورغم تعليمهم، بس حته العند دي مبوظه العلاقه حتى اللي فيها ود او حنانيه بينهم وبين بعض. العند اللي مجرد العند في اي حاجه، رغم ان هم علاقتهم كانت كويسه جدا ببعض، بس مع استمراريه الحياه ابتدت تظهر مواقف وحاجات وصفات، فبتلاقي ان الشخص ده بيعند الزوج، داير عند ناحيه الزوج، فقصاده الزوجه بتحس ان هو انها مقهوره، بيبتدي يتحول عندها رايها برضه العند، ابتدى الموضوع يخش في سكه مش حلوه. فانا عندي بنوته هتتخطب، عايز اعرف ايه اللي من دلوقتي اقدر اقول بالنسبه للخطيب اعدي واقول ان هو مش عنيد قوي ده ممكن يكون بس طب، يا ايه اللي اقول لا خلاص لحد هنا وقفل مش هيقدر غريبة على الموضوع ده. تمام. هي قلقانه على بنتها طبعا. وفكره العند كمان في الشباب الصغير بيبقى يعني اكبر. شكرا ليك يا دعاء، واسمعي الاجابه من مروه. ففي الخطوبه بقى احنا ما بنبقاش فاهمين، ولو انه يعني يا ريتهم يعندوا في الخطوبه ونخلص من الاول بالظبط. يعني لو العند نخلص. بصي، هي الاول مثلا عايزه تعرف هو الشخص اللي قدامها ده شخص عنيد ولا لا. ده اللي انا فهمته كده صح؟ هي عايزه تعرف خطيبها عنيد ولا لا مثلا. طيب. وبرده تقول لبنتها تمشي في ايه وتعندي في ايه. تمام، خلينا الاول تقول لبنتها نمشي في ايه وتعندي في ايه. في فرق بين العند الايجابي والعند السلبي. العند الايجابي ده مطلوب جدا، انه يكون عندك اصرار على حاجه كويسه عايزه تعمليها. فالناس مثلا بما انها مخطوبه، البنت شايفه انه الفرح والبهرجه تكاليف ملهاش لازمه، فيجي الناس يقولوا لها لا ازاي ولازم نعزم فلان وعلان وتلبسي فستان وتتصوري، وهي شايفه مثلا ان الفلوس اللي هيتعمل بيها الفرح دي كلها عشان تقعد ساعتين ممكن تعمل بيها حاجه لبيتها مفيده. ده في محدش مفيش بنات بيشوفوا ده. تمام، مفيش بنات بيشوفوا ده مثلا. يعني مثلا
فهي مصره على حاجه كويسه انها تعمل حاجه احسن بالفلوس، ان انا هسافر مكان ما شفتوش في حياتي وممكن ما اعرفش اسافره بعد ما اتجوز. تمام؟ فده ما بيبقاش اسمه عند، ده اصرار على حاجه كويسه عايز اعملها حتى لو مخالفه لراي معظم الناس. انما بقى عندها في الشخص نفسه بعد ما مصر كلها قالت لها مش هينفع وتقولك لا بحبه ده عاجبني، عند سلبي. العند بتاعها ده جاي منين؟ جايه من ان هي عايزه تثبت للي حواليها ان هي بتعرف تفكر صح، وان شخصيتها قويه، وانها مستقله، وانها تعرف تاخد القرارات. ده بيبقى شخص عنيد فعلا، عنده اضطراب العند وسلوك العند، ومحتاج يتعالج، مش يتعالج، بنقول يعدل السلوك ده. لان هي بتبقى عارفه ان الشخص ده مش كويس. و90% من الحالات اللي بتجيلي في الاستشارات اللي هو عارفه اللي هو I can fix him، يعني وتقعد معايا سنين وانا هيتعدل وهيتغير. مفيش حد بيتغير عشان خاطر حد، لكن بنتغير بسبب حد، اما انك هتتغيري للاحسن او هتتغيري للأسوأ. فالعند صفه موجوده في الراجل وفي الست، بس هي بتبان في الستات اكتر. بتبان في الستات اكتر نتيجه ان هي بتكون المناخ او التفكير بينها وبين الراجل مختلف، عايزه تثبت نفسها، نتيجه القهر المستمر وان الراجل هو بس اللي بيمشي كلمته، فلا مش هسمع كلامك. نتيجه ان الراجل حتى لو كلامه صح، حتى لو كلامه صح تثبت لنفسها بالظبط كده، يعني لا ما يمشيش كلمته عليا، لا ما يمشيش كلمته عليا، مش كل حاجه رايه هو. تمام؟ وفي بيجي عند نتيجه عدم تلبيه احتياجات ورغبات، اللي هو طب كفايه انا طول الوقت بقول حاضر حاضر وما فيش حاجه بتحصل، فلا هقول لا يا بنتي، ما هو مش ده الموقف الصح اللي تقولي فيه لا. لا هقول لا. تمام؟ طيب انا دلوقتي عايز اعرف هل اللي قدامي ده شخص عنيد ولا لا؟ ففي شويه حاجات كده بنعرف منها، هل بيتقبل الراي الاخر ولا لا؟ هل بيشاركك الراي ولا لا؟ هل متشبث برايه حتى لو رأيه غلط ولا لأ؟ هل لو عمل حاجة واكتشف بعد كده ان هي غلط بيقدر يعتذر يقول انا فعلا كنت غلطان في الموقف دوت، ويعني وكنت عنيد وما كانش ينفع اعمل كده ولا لأ؟ طيب نفترض ان الشخص طلع عنيد، قدامها حل من اتنين. تمام؟ في بيبقى عند موقف، وفي بيبقى عند طبع. هو طبعه كده. عند الموقف ده البقاء فيه للأذكى. بمعنى ايه؟ لو انت عندك مرونه كفايه فهتعدي الموقف من غير تصادم، تقومي بقى ايه وتختاري بقى الوقت الكويس اللي تحاولي تتناقشي فيه انه مش هينفع اللي انت بتقول عليه، مش هينفع نعمل كذا، علشان لو عملنا ده هيحصل 1 2 3 4. وفي واحد هي المرونه هتجيب معاه نتيجه، لانه خلاص هو عند موقف مش عند طبع. انما عنيد الطبع ده بقى للاسف يا دعاء بيبقى عنيد عن جهل. هو حاله جهل بالعواقب اللي هتحصل له. هو مش عارف، هو جاهل بالامور. فمصر عليها رغم جهله بيها. حتى لما تيجي تقولي له على فكره اللي انت بتعمله ده غلط، انت مش عارف قوي، او انا مريت بالتجربه دي ومش هيحصل كويس، وي وي وي. المشكله ان في رجاله شايفه للاسف كموروث شعبي، في مثل انا عارفاه بيقول لك شورت باللفظ كده، شورت الست، بس هما ما بيقولوش الست، يعني تخرب البيت 100 سنه لو يعني الشوره يعني رايك راي الست لو صح حتى لو وفلح يخرب البيت 100 سنه. ده ايه يا اختي الامثال دي؟ وهم شورت الست تخرب البيت ولو بعد 100 سنه المثل موجود لو يعني. فلحت ولو فلحت 100 سنه. تمام؟ هو ده مش في الصعيد بس، ده هو تلات ارباع مصر شايفه انه، وده جاي من حاجه تانية، فهمهم لجمله ناقصات عقل ودين غلط. تمام؟ يعني طبعا ده تطرق، انما طبعا انا مش قادره اتطرق، ده طبعا مش موضوع. طبعا احنا عارفين ان عندنا مشاكل رهيبه في فكره ان الست احنا بنناقشها طول الوقت ما تورثش، ما تديش رايها كدا. ما تعملش، يعني كل ده طبعا يعني وارد وموجود. طيب خليني اخد معايا مين؟ منال. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ دعاء؟ اهلا وسهلا. انا بحبك جدا الله والله. يكرمك يا رب. شكرا. وانا مبسوطه بكلامكم جدا، كلامكم عاجبني جدا جدا. طب جميل. فانا عندي مشكله لو سمحتي عايزه اقولها. قوليلي.
انا عندي بنتي متجوزه بقى لها 6 سنين. جوزها زي ما انتوا بتقولوا كده من نوع العنيد، بس ده طبع مش موقف. وهي من نوع اللي هي الرزينه جدا والتقيله جدا، بس ابتدت دلوقتي تتعصب عشان تثبت نفسها ان هي صح. فكل موقف بيحصل جدال بينهم. انا اللي صح، لا انت اللي صح، تحاول تثبت انها صح. ده انعكس عليها نفسيا وانعكس على صحتها وانعكس على كل حاجه. وهو زي ما انتوا بتقولوا كده من نوع ان لما بيغلط ما بيقولش انا غلطان، برضه بيبرر خطأه. طبعا. فعلى طول على طول بيجادل، على طول اللي هو صح، على طول عناد. فانا مش عارفه بصراحه اعمل لهم ايه. طب قولي لي المواقف بقى اللي بيعندوا عليها وكده، مستاهله ولا ممكن تبقى حاجات صغيره ويعني في وفي في مواقف مستاهله وفي مش مستاهله. يعني موقف منهم اخر موقف، هي جالها كورونا فهي عايزاه ياخد اجراءات احترازيه، ما تعملش كذا، ما تفوش كذا، ما تعملش كذا. هو مش مقتنع بكده. لا كل اللي يسوبنا الا ما كتب الله لنا. لا خلاص مع السلامه. يعني تسيبه ياخد التجربه الجميله خلاص. وبعدين يعني هو فعلا تعب، هو كمان تعب، بس هو انت عارفه الراجل غير الست مناعته بتبقى يعني اقوى شويه. فلا انا نفسي يومين ثلاثه كويس خلاص، فهو انا بقيت كويس. هو حاطط في دماغه ان مراته لما بتجادله كده كتير هي كده بتسود عليه الدنيا، بتضيق عليه الدنيا. ايوه انا فهمت دلوقتي. هما بعض الرجاله ما يحبوش المدرسه في البيت، هي مش نظره. أيوة. المدرسه، هو مش تلميذ. فهي قالت له تريح دماغها. قالت له مره ثانيه ما انا حاولت، انا والله حاولت برضو عن تجارب، قلت لها طب بصي حاولي تليني شويه. الراجل ما بيحبش فعلا اللي يحاسبه عمال على بطال. حاولي تنقي ايه الوقت اللي ايه تعلقي فيه وايه الوقت اللي ما تعلقيش فيه. بس هو بالامانه يعني انا بقول على بنتي، مش عشان بدافع عن بنتي. بنتي برضو عندها مشكله، هو كمان برضو مش عايز يقتنع بكده حتى لو الوقت يسمح. يعني لو الوقت يسمح وجت في وقت رايق كده، طب انت كنت كذا، عارفه اللي بيبقى معناه بيقلبوا الترابيزه. طبعا طبعا. هو اصله هي يعني، هل البنات متخيلين انه لما يبقى رايق فنقول له انت كنت غلطان، فهيقول لا، هيسلم وهو رايق؟ ابدا. هيقوم المارد طلع، نعم انا ما بغلطش، فخلاص. ايوه يا حبيبتي، هو دي معناه بقى ان انتوا ليه بتأزموا الدنيا؟ الدنيا بسيطه وجميله وحلوه وعاديه، ما تأزموش الدنيا. خلاص هي ما تقزمش الدنيا فعلا. انا بشكر حضرتك لان دي نقطه حلوه جدا حضرتك ذكرتيها. عارفه انت الست اللي تقعد، ودي احنا بنناقشها مع الشيوخ حتى في فكره الصلاه. هي مصممه تخليه يبطل سجاير وما يقومش من على سجاده الصلاه ويعمل بالظبط الصوره اللي هي رسمها للراجل التقي، وهو مش كده، هو مش عايز كده، وانا حر وصلي وقت ما اصلي. فلما يعني تجيبي بقى شيخ دارس وفاهم يقول لك لا، هي مش مطالبه تعمل كل ده، هي مصممه تخليه ياخد الاجراءات الاحترازيه ويعمل وياخد باله، هو مش عايز. ما تشغل شيليني من دماغك بالزبط. فهي هما الاثنين لو وصيتي الموضوع بالوجه ده وبالوجه ده هتلاقي الاثنين عندهم حق في حاجات. بس خلاص بقى اطلعي من دماغه، سيبيه يعمل اللي هو عايزه. ما هو انت لا هتتحاسبي عنه ولا انا. واحده صاحبتي أيوة. بتموتني تقول لي ما يولع ما يروح جهنم، انا مالي كانت تقول كده. هو مش فاهم، هو مش راجل عاقل وعارف. هو عارف بالزبط. عمل ما عملش عنه ما عمل، انا اخش انا الجنه. وهو يعني كانت واحده بنتكلم في فكره انه لازم يصلي. طب افرضي ما صلاش، تقول لها خلاص هو راجل عاقل وفاهم. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. هي الفكره ان البنات بيبقوا يعيني. لا غير كده كمان، انت عارفه انه ممكن من كتر الالحاح والزن تخليه يعند اكتر او يبقى كاره للموضوع. صح. هو من جواه عارف انه في حاجه ناقصه وعارف انه في حاجه غلط، بس انت ما تجيش تقولي انا غلطان. ما تجيش بقى زن عليه زن بالظبط. هو ربنا هيديه لوحده. زي هي يا عيني لما قالت اصل جوز، هو عارف الاجراءات الاحترازيه بس هو دماغه كده. هو يا ستي بيتخنق من الكمامه، مش عايز كحول كتير، بيتعبه. قلتي مره واتنين خلاص. حر، الف مبروك، يجرب يعيش التجربه. خلصنا يعني تمام. وبعدين لما الموقف يعدي ما تجيش بقى واحنا رايقين اقول له على فكره انا طلعت صح. هيروح راجع ورا تاني وهيعند معاكي اكتر صح من الاول. صح.
تمام، لانك هو يا ستي مش عادي. قلت لك شفت شفت كان عندي حق، الكلام ده اصلا بيضايق عامه لينا حتى فما بالك يعني بتعلمي عليه كدا. مثلا يعني عايزه تحطي اسطمبه انك انت التمام الفظيع يعني. هو من جواه عارف خلاص، انت خلاص من جواكي عارفه أكبري. لكن الضغطه دي عارفه الموقف اللي بعديه يعني، حتى لو هو شايف ان رايك صح وحب يتراجع عن عنده هيزيد فيه. ايوه صح فيه. صح، وهتعمل فايبز او اجواء انه دي بتعلم عليا، دي مش مريحاني، انا قلت لك وانا عايزه تفضل طول الوقت. احنا رخمه عارفه جدا زي انا بتفكريني جدا. وانا مثلا قاعده مع جوزي في العربيه اقول له ايه خش يمين، فلو مثلا دخل يعني ما دخلش يمين افضل انا نزناز رخم اقعد اقول ايه مش قلت لك مش قلت لك تدخل يمين، طب خلاص اتلمي بقى وخراسي، ما خلاص اللي حصل حصل وما دخلش. شافك واحده ما خلاص عرفت خلاص وتلاقي لا يعني اسكتي بقى لازم تتلبي اسكتي او خراسي او كذا. فهو ليه بنقعد نعمل كده؟ ايه الرخامه دي؟ انا رخمه كده يعني خلصنا الموضوع خلص عديه. شوف انا في التلفزيون حاجه وفي الحقيقه واحنا في قلب الموقف حاجات تانية. بتبقي عايزه ايه؟ احنا بنعمل كده الستات في طبع رخم كده، فده بيبان ان الراجل عايز يشتري دماغه والموضوع يخلص. ده حقيقي، وهو ده بقى اللي بيولد الكسر. احنا قاعدين لبعض على الواحده، انا قاعده بقى انت عاندت معايا، طب انا قاعده مستنيه لما اشوف انه رايي طلع صح، افضل بقى لحد الموقف اللي بعده اعايره واعلم عليه انا اللي طلعت صح وانا اللي طلعت صح، والمره الجايه رايي انا اللي هيمشي وانت مش عارف حاجه وانا اللي فاهمه وانا اللي عارفه. هيعمل ايه بقى يا مروه؟ هيعمل ايه؟ بعد الفاصل بعد الفاصل بعد الفاصل عودة ليكم مشاهدين. قبل الفاصل بنتكلم على الست اللي عايزة تثبت لجوزها ان هي كانت صح، هي عندت معاه وانت نفذت اللي في دماغك، ولو نفذ اللي في دماغه وطلع اللي هو نفذ اللي نفذه ده طلع غلط بتفضل بقى تقول له ها وشفت وانا وكده. فبسألك بقى هيعمل ايه بقى طول ما هي تقعد تقول يعني بتعلم عليه هيعمل ايه؟ هقولك بقى يعمل ايه. هو الراجل ما بيحبش يحس ان هو مكسور خصوصا قدام مراته حتى لو رأيه غلط، فهينتهز اي فرصة جاية وبالبلدي كده يكسرك بقى انت ويحط عليكي اي موقف فعلا يكون مهم ليكي، وهيعند ويتشبث برأيه لان انت اصلا ما علمتيهوش المرونة. يعني ايه المرونه؟ ان انا بتقبل الراي، ما ممكن انا اطلع غلط ممكن انت تطلع غلط. فلازم الاول انا يبقى عندي مرونه في تقبل الراي الاخر واذا كان الموضوع صح ولا غلط تمام، وما لومش بقى. اسوأ حاجه انك تلومي بني ادم انه ما يسمعش كلامك طول الوقت. صحيح، ده بيضايق، مش هقول لك بقى بيوجع نفسيا والكلام الكبير ده، بيضايق جدا لدرجه انه انت لا شعوريا طب ايه رايك بقى انا مش هسمع كلامك في اي حاجه صح تاني. صح، ده اللي بيحصل بقى بعيدا عن الكلام ده لو الاكاديمي مؤدب وعلم النفس ومحترم وابن ناس هنعتبر ان كل الرجاله كده بصراحه يعني لو محترم كده وهادي هيقول لها مش هسمع كلامك مره تانية، بس ده لو كده. انما لو هو حد بقى يعني ممكن في بتوصل بصراحه دعاء العواقب بامانه شديده بتوصل لحد الانفصال الطلاق، وفي بيمد ايده في بيبقى ايده بتبقى سابقه لسانه. طيب معايا مين؟ نورة. يا نورة. الو، اهلا يا نورة. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله تمام. احكي اولا انا بشكرك على البرنامج بتاعك الجميل اللي بيقدم حاجات حلوه قوي وانا شخصيا بستفيد منها يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قولي لي اخبار العند معاكوا ايه؟ لا الحمد لله انا ما عنديش الحته دي قوي، او في العلاقه بيني وبين زوجي ما فيش الحته دي خالص يعني. الحمد لله حتى لما بيصر على رأيي انا بخش معاه التجربه بظهره، حتى لو يعني هنخسر يبقى نخسر سوا، هنكسب سوا. بتدعميه في رأيه حتى لو انت شايفه ان الرأي مش عاجبك؟ خلاص انا نصحته، قلت انا من وجهه نظري شايفه واحد اتنين تلاته
لكن انت عايز تاخد التجربه ماشي انا معاك مفيش مشكله، لان هو بيعمل معايا كده يعني. انا حتى لما بيبقى في حاجه انا مش اصرار، انا عايزه اخش اجرب حاجه معينه مش حاجه خطر يعني، عايزه اخش مجال معين او عايزه اخش فيلد معين عايزه اجربه هيضيف ليا، هو شايف ان في حاجه سلبيه ممكن تاثر عليا، طب انا في ظهرك بس خلي بالك عشان انا قلت في واحد اتنين تلاته، ما ينفعش في خناقه بقى او يعني بيسيبك تجربي الحاجه اللي هو مش موافق عليها؟ يعني ممكن مثلا انا لسه حديثا مثلا داخله فيلد الميديا والاذاعه. طبعا احنا كرجاله شرقيين شايفين ان الميديا فيها مجال زي اي مجال في الدنيا، في حلو وفي وحش. طبعا انا شغلي الاساسي فيه حلو وفي وحش. فخلي بالك عشان هو في واحد اتنين تلاته حطيهم قدامك عشان ما تقعيش فيهم. لكن فرضا مثلا انه اثر على البيت شويه او شغلي جه على البيت شويه او اهملت البيت حبه، مش هنقف بقى نقول انا قلت، لا بنقعد مع بعض. نوره انا قلت في واحد اتنين تلاته وعايزين نحل المشكله عشان ما نضطرش ان انت في الاخر تسيبي حاجه انت بتحبيها. ما شاء الله. ماشي. حتى مع الولاد يعني انا بنوتي مثلا عايز تحجب وهي اولى اعدادي، سن التهور بقى اللي هو الاراء بتتغير فيه خلاص، تروح وتيجي مش ثابته. انا من وجهه نظري كأم قلت لهم يا جماعه مش هينفع انا اخد تجربه زي دي في نفس السن وما كملتش 3 4 ايام وكنت قلع الحجاب. اولى اعدادي ده مش سن يعرف ياخد قرار يلبس الحجاب. وبعدين لسه قدامها وقت يعني انا التزم بحاجات تانية واخر حاجه احطها الطرح. فباباها شجعها وعمتها شجعتها والدنيا شجعتها ومفيش، فهطلع انا بقى الساحره الشريره. فاول ما حطيت الطرح على دماغها عملت حفله كبيره وسربرايز وعزمت الناس بره ومش عارفه ايه، حاليا هي قلعت الحجاب. هما كلهم بس قالوا لي انت كنت صح. بس ما لومتهاش، ما رجعتش قلت لها ده اللي انا قلته. ما انا قلت من الاول. لا خلاص انا سبت خطي التجربه زي ما انا والدي سابني ان انا خطها وانا خدت القرار في الاخر، بس لو هتلبسي تاني مش هيتقلع. فما تاخديش القرار. بتوصلوا لمرحله انك ما بتقوليش انا قلت دي ازاي؟ يعني بتبلعيها ازاي؟ لا يعني هو بص، هو احنا كامهات احنا اتربينا ان امهاتنا اغلب امهاتنا في البيوت كانت حته انها تلومك دي كتير قوي يعني. طبعا كنا بنشوفها عادي. فانا دايما حاطه في دماغي انا مش عايزه اعمل حاجه كانت ممكن والدتي تكون بتعملها كانت بتضايقني او انا كنت شايفه انها غلط او تعمل مشكله. فانا لا، طب انا ليه ما يعني ليه انا وانت ما نتناقش فيه في الاول، ولو الحاجه ما فيهاش سلبيات تمس سمعه او تضر بالبيت او تضر بسمعه البيت. فبتدوا لبعض حق التجربه ان كل واحد يجرب خلاص ولو خط رجعه بحيث لو طلعت مش صح ما فيش حد تاني واقف له هيذله بقى. وفي نفس الوقت انا ما اتعودتش ان انا في خناقه يعني ليه اقف في خناقه من الاخر زي الاطفال كده طلعت انا اللي كنت صح. صح لا صح. انا دي بيعملوها راجل كده. لا لا ده بيعملوها وهم فوق ال 60 سنه. أيوة وفي أنا الخمسينات وفي يعني. انا شفت كتير، وزي ما الاستاذه مروه قالت يعني ادت لخراب بيت وعلى حاجات مش صح. حاجات قويه مش قويه لمجرد ان انا قلت لك ان انا كنت صح. ما هو انت لو بتسمع، لا هو مش عيل صغير. صحيح. هو مش عيل صغير ولا ينفع وهو كبير مامته تعمل معاه كده، حتى لو مامته كانت بتوجهه لموضوع معين، ولا ينفع وهو راجل متجوز ومراته تعمل معاه كده او هو يعمل معاه كده. ما في الاخر انا مش هوصل لحل، انا ما حلتش المشكله. الكونكلوجن اللي في الاخر هو ما فيش حل. جميل يا نوره، شكرا ليك يا نوره ومداخله الحقيقه اسمنها، لانه طبعا فكره انه انا اسيب للناس خط رجعه، انه احنا كلنا بنغلط اصلا وكلنا نيله يعني، كل الناس ممكن تاخد قرارات مش صح في حياتها. ده حقيقي. فاسيب لك خط رجعه انك لو خدتي القرار الغلط هترجعي ما تلاقيش حد سنن لك السكاكين واقف لك شفتي ومش شفتي وكده. وانه خلاص ولا يهمك ولا يهمك، طز في اللي راح وخلينا نبتدي صفحه جديده. دي يعني حاجه الحقيقه مش حكايه مثاليه، مريحه. مش مثاليه، ما هو مريحه. دي العلاقات المريحه. انه ما فيش حد واقف لك بكرباج لازم والمفروض، ومحدش واقف لك بالمشنقه عشان ما سمعتيش الكلام فهعاقبك. في حد بيتناقش معاكي في الحاجه وبيقول لك ايه الصح بتاعها وايه الغلط بتاعها، وخلي بالك من الغلط وخلي بالك من الصح. صحيح. لما بيشوف ان عندك اصرار انك توصلي لحاجه نفسك فيها، المرونة اللي بتتمتع بيها هي وجوزها انعكست كمان على تربية ولادها. هي عرفت عندها وعي كافي انها تعرف ان من مسببات الألم والنفور عند البني ادمين العتاب واللوم. انت بتضايق اللوم والعتاب في ناس تقولك انا بكره العتاب.
صح. بس عمرها ما قالت لي كانت بتكره العتاب ليه؟ بتكره العتاب عشان بيوجع. واحنا كطبيعه بشريه ما بنحبش حاجه توجعنا نفسيا. بس هل العتاب ده مش مطلوب برضو؟ ده مطلوب جدا. ان انا لما بربي بنتي ما انا يعني فكره برضو انه انا اسيبها وما تيجي تعمل حاجه غلط مش لازم اقول لها ما هو ده بقى انت قلت لك مش أيوة. انا يعني فهمتك. بصي انت بتقولي ازاي كلام مثلا ده بيرجع يعني للطريقه اللي بتعاتبي او بتلومي بيها. في لوم وعتاب بيبقى جاي من محبه بحب بحب، وفي بيبقى جاي علشان اوريكي بس انه يعني انا في كلمه كنت بسمعها من ام واحده صاحبتي كانت دايما البنت يعني لما تيجي تاخد قرار مهم في حياتها تخاف وترجع تقول لها بصي انا قلت لك تتنصحي تتنصحي ما تتنصحيش براحتك، واللي ما يسمعش كلام والديه لطمه على خديه، وما دام انا مش راضيه عن الموضوع عمرك لا هتكسبي ولا هتربحي فيه براحتك بقى. وبراحتك في الاخر ليه؟ ايه لازمه براحتك اللي في الاخر؟ فالكلمه دي كنت انا عايزه اقول لك ان انا كنت بخاف للبنت، كنت اقول لها لا خلاص ما دام مامتك مش راضيه خلاص احسن يحصل حاجه ولا كده. ده اخرها كتير في حياتها، اخرها كتير جدا. كانت بتخاف تاخد اي خطوه مهمه في حياتها لسبب الموضوع. في جوازات بتفشل يا دعاء بسبب انه على فكره انا مش راضيه عن العروسه دي، او على فكره انا مش راضيه عن العريس ده، روح بقى اتجوزيه ولا اتجوزه واخد بامك. بتحصل كتير. لا وهي بتبقى داخله كرهاها من قبل ما تشوفها. ممكن لو عرفتها هتحبها بس بالزبط. هي مش مديه، هي قافله هي قافله الباب ده. فبقول لك اللوم او النصح او العتاب ليه طريقه. حتى يقول لك النصيحه وسط الخلق فضيحه. صح. انا عايزه انصح حد بلاش، انا عايزه الوم جوزي ان قراره كان غلط. مثال اهو، اما ابتدي معاك كلام ما اقولوش شفت مش قلت لك اديك طلعت غلطان اديك غرقتنا. قولي له انا كنت واثقه تماما في رايك وعارفه ان انت ما بتعملش حاجه مضره لينا. بس لما اتكلمنا اخر مره في الموضوع ده انا كنت حاسه انه مش هتظبط معاك زي كل مره. عموما حصل خير وادينا اتعلمنا. قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل ولا يهمك. بس بعد كده ما نعملش القصه، بس بعد كده هيرتاح ويقول صح. ايوه هو على فكره هو اللي هتلاقيه بيقول لك عندك حق. عندك حق بالظبط. انما هو عارف انه غلطان وهيجي يلاقيكي ماسكاله السكينه ومعلقه له المشنقه. لا انا ما بغلطش. صح صح بس صحيح. طيب يعني نصيحة أخيرة في آخر حلقتنا، أنا مستمتعة جدا بالحوار اللطيف ده. يعني دلوقتي انا محتاجه اعمل حاجه حالا وجوزي مش موافق واحنا الاثنين واقفين لبعض على الحاجه، انا دلوقتي بوجه كلامي للستات، هل تتنازل عن الحاجه اللي نفسها تعملها ولا تعملها وتبقى كده بتعند وبتهد البيت؟ لازم يبقى عندك مرونه في الموقف، تبقي عارفه ازاي تبتدي كلامك مع جوزك بحيث انه ما يخليكيش تخسري نفسك، يعني ما تخسريش الموقف اللي انت فيه او ما يدخلكيش في دور عند. تمام. اول حاجه ما تحسسيهوش انك مصره وهعمله، يعني هعمله حتى لو انت ما وافقتش. خلي كلامك معاه بنسميها البدايات اللطيفه. قولي له انت عارف ان انا نفسي في الموضوع ده من زمان وعارفه ان انت مش هتخذلني، ولو الوقت دلوقتي مش مناسب نتكلم فيه قولي هيبقى مناسب امتى، بس الحاجه دي لو ما اتعملتش النهارده مش هينفع تتعمل. انت هتعملي زي ولادي اما يدخلوا انا عايزه اطلب منك طلب بس انا عارف انك مش هتوافقي، فطبعا اول ما يقول لي كده أيوة. بيضحكوا عليا. ايوه ليه؟ يقول طيب ايه بقى انك مش هتوافقي؟ ايه انا عايز كده؟ طب يا حبيبي اعملها. يعني عارفه اللي هو بتحصل الدخله اللطيفه دي، وهي بتحصل مع كل الامهات على فكره. وانا اولهم واي ام فعلا بتبقى كده، ما بس هو لو ما وافقتيش خلاص مش هزعل يعني ولو اني كان نفسي فيها. فانت من جواكي لا يعني خلاص هو قدم، عارفه اللي بيقول لك قدم المشيئه. فهو قدم. المرونه هتخليكي تكسبي الموقف اللي انت فيه. صحيح. العند هيخليكي تكسري العلاقه، بتبتدي بشروخ. خلي بالكوا هي ما بتتكسرش مره واحده، هي بتبتدي بشروخ لحد ما بتوصل في الاخر ان الشرخ يكبر ويبقى كسر، ممكن لا قدر الله ما نعرفش نلقمه. مروة الصعيدي الكاتبة ومدربة المهارات الحياتية، بستمتع بحلقتي معاكي جدا يا مروة، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم وشكرا على المداخلات اللي أثرت الحلقة، وأشوفكم على خير بكرة بإذن الله.